السلام عليكم، كيفكم؟ يعطيك العافية. عشان ضيق الوقت اضطريت إني أسجل بقية محاضرة الإيمونولوجي يوم الخميس، كان لسه باقي عندنا جزء من هاي المحاضرة، فراح أسجلكم إياها على شكل سلايدات، وبعدين إذا في أي سؤال ممكن نتناقش فيه بالمحاضرة القادمة أو في خلال المختبر. فبتذكروا المرة الماضية وصلنا عند البيزوفيلز أند ماسلز. البيزوفيلز هي حكينا في البلود اسمها بيزوفيلز، وفي التيشو لما بتدخل التيشو بصير اسمها ماسلز. هي فيها اسيدك سايتوبلازميك جرانيولز، هدول الاسيدك سايتوبلازميك جرانيول فيهم فازو اكتيف اميز اللي هم الهستامين، واللي بيعملوا كوز سموث ماسل كونتراكشن اند ار ريدلي ستين وذ بيس لافينج داي. هم بنصبغوا ببيس لافينج داي لانهم هم اسيدك، فراح ياخذوا صبغة اللي هم البيس لافينج داي، الصبغة اللي هم البيس. لو جينا على النيوكليوس، هي باي لوب سيلز موجودة فيري لو نمبر زي ما حكينا بالبريفرال بلود، ممكن ما لاقيش ولا خلية في البلود سمير او ممكن 1%. ان ذا تيشو هي بتكون ريزيدنت في داخل التوش، يعني هي في داخل البلود. هذا شكل البيزوفيلز بالنسبة عفوا هاي البيزوفيلز، هذا شكلها في البلود. بتروح على التيشو بصير اسمها زي ما حكينا ماس سيلز. الماس سيلز هي ريزيدنت في التيشو، هي لونج ليفد خلينا نحكي سيلز، وهي امبورتنت ان الرجيك رياكشن، امبورتنت ان ذا الرجيك رياكشن. المين بيزوفيل فانكشن هي انفولف ان انفلاماتوري اند الرجي رياكشن زي ما حكينا، ليف كابيلاريز اند انتر كونكتيف تيشو از ماس سيلز، ريليز هيبارين هيستامين سيروتونين انتنسيتي اوف، هي بتعمل انكريز الانتنسيتي اوف ذا انفلاماتوري ريسبونس، مهمه في الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن او الالرجيك رياكشن، وراح نحكي عنها طبعا لاحقا بالتفصيل. الايزينوفيلز اسمها ايزينوفيلز، هي بتحب اليوسين داي، عشان هيك سموها ايوسين لافينج جرانيولز، الجرانيولز الموجودة فيها. بايلوب جرانيولوسايت، سايتوبلازم بتاعها كونتين بيسك بروتين، عشان هيك بحبوا اليوسين. اليوسين هي اسيدك ستين. Are active participant in innate and adaptive immune response. ال innate وال adaptive immune response، ال innate هو اللي نحكي اللي هو ال first line of defense اللي بيكون عندنا non specific. وال adaptive immune response مهمة، ال adaptive immune response اللي هو بيكون specific response اللي هو مسميه second line of defense، ومهمة اللي هو بالباراسيتك او الباراسيتك هيلمنث وورم انفكشن. هذا شكلها باي لوب زي ما حكينا، وهذا شكلها في البلاد سمير. هي ريليز انتي هيستامين، تعمل داون انفلاميشن. البيزوفيلز او الماسلز هي اللي بتفرز الهيستامين، والماسلز هي زي ما نحكي البريك، هي بتعمل انتي هيستامين، ووظيفتها الاساسيه هي تعمل اتاك باراستيك وورم، اتاك باراستيك وورم زي ما حكيت. الليمفوسايت احنا كان بتيجي من الليمفوسايت بروجينيتور، او الليمفوسايت بروجينيتور اللي موجود طبعا من بيطلع من الستيم سيلز بالبون مارو. النيولي فورمد ليمفوسايت ار اول لايك، بس زي ما حكيت شكلهم في داخل بلاد سمير ذا سيم، كل الليمفوسايت سواء كان ناتشرال كيلر او بي ليمفوسايت او تي ليمفوسايت بالبلاد سمير ذا سيم. بعدين بصير لهم تطور، فهي عنا الليمفويد ستيم سيلز لما بالبون مارو بتتحول لبي لمفوسايت، وبتغادر على بتغادر بصيرها ماتوريشن في البون مارو وبتخرج على البيريفري، او ممكن تتحول من الليمفويد ستيم سيلز تتحول لتي لمفوسايت او تي سيل بروجينيتور اللي بتروح على الثايموس بصيرها ماتوريشن في الثايموس. برضه في عنا اللي هو الناتشرال كيلر سيلز. الليمفوسايت البيرسنت تاعتها 20-40% ممكن ترتفع في البلاد، divided into two types both formed in the bone marrow، اللي هم اثنين زي ما حكينا الليمفوسايت اثنتين في البون مارو بيصير لهم production، لكن الماتوريشن هو اللي بيختلف. في الماتوريشن عنا ممكن يصير بالنسبة للتي لمفوسايت بيصير في الثايموس، التي لمفوسايت ماتور in the thymus، cell mediated immune response attack and destroy specific foreign cell. طبعا زي ما حكينا هم specific
مش زي ال other white blood cells يعني مثلا الماكروفاجز او المونوسايت او الايزينوفيلز باسوفيلز، هذول كلهم نان سبيسيفيك، بس هذول التي لمفوسايت والبي لمفوسايت هم سبيسيفيك. يعني كل واحد من التي لمفوسايت، كل خليه من التي لمفوسايت هي سبيسيفيك فور اونلي وان انتيجين. البي سيلز ماتور ان بون مارو produce antibody that react against foreign antigens زي البكتيريا والفيروسز. هي بتفرز عن الانتيبودي، الخلية الوحيدة اللي بتفرز عن البي لمفوسايت. natural killer cells هي not بي لمفوسايت not تي لمفوسايت، بتطلع من نفس البروجينيتور اللي هو تي لمفوسايت بروجينيتور، مهمة النات اميون سيستم، ملاش علاقة بالادابتف اميون سيستم. يعني التي والبي لمفوسايت هم جزء من الادابتف اميون سيستم، لكن الناتشرال كيلر سيلز هي النات اميون سيستم، هي بنسميها كيلر تي سيلز اذا كانت الخلية مصابة بالفيروس او الكانسر سيلز او البكتيريا، بس بيكون انا انترا سيلولار بكتيريا، فهي وظيفتها تعمل كيلينج لهاي الخلايا، فهي بتعمل كيلينج للفيرالي انفكتد سيل، كانسر سيلز، او اذا كان انترا سيلولار بكتيريا. هاي المين فانكشن تاعت التي لمفوسايت الناتشرال كيلر سيلز. هذا شكل الناتشرال كيلر سيلز زي ما حكيت بالبلد سمير، از لمفوسايت، ما بقدرش احكي عنه ناتشرال كيلر ولا بقدر احكي عنه اي نوع ثاني. ننتقل للبارت الأخير من المحاضرة اللي هو الكلينيكال ايفالويشن اوف ذا هيماتولوجيكال سيستم. انا ليش بنحكي عن البي لمفوسايت او بنحكي عن الوايت بلاد سيلز وعن الار بي سيز؟ البلاد تيست بيعكس عنا اشياء كثير بتصير في الجسم، يعني هدول عدد الخلايا، شكل الخلايا في البلاد سمير مهم بكثير من التشخيص او كثير دايجنوست لبعض الامراض. فعندنا سي بي سي او اسمه كومبليت بلاد سيل كاونت with differential blood count اللي هو ال included RBCs platelet white blood cells. يعني إذا كان عندي بس CBC لحاله بعطيني RBCs و platelets، وإذا كان differential blood count بعطيني white blood cells ب exactly each with a percent. يعني المونوسايت قديش البيرسنت تاعيتها، الإيزنوفيلز قديش، كل واحد فيهم بالبيرسنت الأساسية لإلها. total count للوايت بلاد سيلز، خلينا نحكي عن الوايت بلاد سيلز، التوتال كاونت فروم 5000 تو 10000 مليمتر لكل مليمتر مكعب. اذا ارتفعت الوايت بلاد سيلز صار لها انكريز النمبر، يعني زادت عن ال 10000 بس نسميها ليكوسايتوسيس، واذا صار ديكريز عن ال 5000 بصير عندنا ليكوبينيا، اسمها ليكوبينيا. اذا كان فقط ديكريز بالنمبرز اوف نيوتروفيلز بنسميها نيتروبينيا، نيتروبينيا. المارك الديكريز بالجرانيول سايت لحالها بنسميها اجرانيولوسايتوسيس. هذول كلياتهم الحالات موجوده، ارتفاع الوايت بلاد سيلز ليكوسايتوسيس، انخفاض الوايت بلاد سيلز اسمها ليكوبينيا، ان ديكريز النيوتروفيلز نمبر اسمها نيوتروبينيا، ماركت ديكريز ان جرانيول سايت اسمها اجرانيولوسايتوسيس. التوتال كاونت انديكيت ذا ديجري اوف ذا ريسبونس تو ذا باثوجينيك بروسيس. However, the differential count will provide a more complete evaluation for specific diagnosis. يعني أنا إذا بس شفت numbers with white blood cells إذا كان مرتفع أو إذا كان في decrease بالنمبر، بحكي إنه في عندنا response لباثولوجيكال بروسيس بتصير داخل الجسم. لكن حتى أقدر أعمل diagnosis لازم أشوف the differential blood count. رح نشوف بعض الأمثلة لاحقا. الوايت بلاد سيلز ديفرنشال واي ريبورتد ان بيرسنت، يعني ليش بحطوها في البيرسنت الديفرنشال بلاد كاونت؟ لانه اذا كان في عندي انكريز في بيرسنت ان وان تايب ويل اولويز مين ديكريز ان انذر تايب، حتى لو كان عندي الابسوليت نمبر من الخلايا اللي هي الثانيه اللي ما تغير عددها بضل ثابت. فمثلا خلينا نشرحها بديتيلز. يعني اذا كان في ليش ان بيرسنت، اذا صار في عندي انكريز ان وان تايب percent will always mean decrease in another type. يعني مثلا اذا ارتفعت النيوتروفيلز تلقائي راح يصير للليمفوسايت decrease in percent، لكن الابسوليت نمبر عددها في البلاد هي ثابته، يعني ثابته بالنسبه للليمفوسايت، انا اقصد اللي هو السكند تايب. يعني البيرسنت تتغير لكن التوتال كاونت تاعها هو ثابت. اكزامبل مثلا one patient with white blood cells اللي هو 10000 مليمتر اللي هو عادي العدد الطبيعي، نيوتروفيل كاونت هو 60%، الليمفوسايت كاونت 30% و 10% of other white blood cells.
إذا كانت even though lab doesn't report actual number of lymphocyte one can deduce, إذا ما كانت حاكي العدد التلقائي مش هون في حالة طبيعية مش معطيني العدد للليمفوسايت، أنا بحالي من ال percent بحكي إنه 30% معناتها 3000 أو 3000 ليمفوسايت بالمليمتر، 10000 هذول ال 10000 بنقسمه ل 6000 من 6000 نيوتروفيلز 3000 ليمفوسايت و 10000 اوف اذر سيلز، هذا انا بسميه الابسوليت كاونت، يعني انا تلقائيا هذول ال 10000 بتوزعوا بهي الطريقه. If the same patient or the same person get a severe مثلا bacterial infection، صار عنده bacterial infection، فراحت ال white blood cells ارتفعت، عدد ال total white blood cells في ال blood صار عندنا تضاعف، صار 20,000 per millimeter. In a bacterial infection almost ال white blood cells will be بترتفع، الخلايا الأساسية اللي بترتفع هي neutrophils، يعني الخلايا ال white blood cells اللي بترتفع. وليش ال neutrophils بالذات؟ لأنه احنا حكينا ال main function لل neutrophils هي تعمل phagocytosis للبكتيريال. differential blood count بيكون عندي بهذا الشكل، هذول 20,000 بهاي الطريقة as a percent 75% neutrophil and 15% lymphocyte but does not mean that has fewer lymphocyte. صحيح نسبة الليمفوسايت هون قلت النسبة، ولكن عددها هو ثابت 3، يعني من ال 20,000 هذول 3000 من هم الليمفوسايت، عددهم ثابت، الليمفوسايت ما زاد زي ما كان في النورمال كيسز، لكن البيرسنت مقارنة بالأذر سيلز صار لها ديكريز مقابل اللي هو البيرسنت للنيوتروفيلز اللي صار لها انكريز. فأنا ما عندي مع عدد الليمفوسايت ما صار فيور، ولكن اللي هي البيرسنت للليمفوسايت مقارنة بال 20,000 هي اللي صار لها ديكريز. He has 50% of زي ما حكينا اللي هو 20,000 or 3000 lymphocyte per millimeter cube just as before بالضبط، بس فقط هو little proportion اللي هو البيرسنت هي اللي زادت. فدائما خلينا متذكرين absolute number may be changed, a proportion of each type of white blood cells may be changed but the percent not always added to 1%. يعني بالنهاية أنا كمان البيرسنت لازم تكون 100%، يعني أنا إذا كانت النيوتروفيل 60% في النورمال والليمفوسايت 30% والأذر سيلز 10%، في حالة اللي هو صار في عنا بكتيريا انفكشن فارتفعت عنا اللي هو نيوتروفيل 75% لازم أكملهم اللي هم 15% هم ليمفوسايت واللي هو 5% اللي هم الأذر تايب أوف سيلز، فهي دايما البيرسنتج لازم تكون 100%. White blood cells أو اللي هو differential، what are differentiating لهي الصورة كلها بنعرف الجرانيولوسايت هم الفاجوسايت النيوتروفيل الزينوفيلز وبيزوفيلز، هاي البيرسنت تاعت النيوتروفيل زي ممكن تختلف يعني بشيء بسيط من 50 to 67%. الليمفوسايت أجرانيولوسايت هنا بنعرف المونوسايت أو الماكروفاج اللي هم أجرانيولوسايت 4 to 9%، ماكروفاجز في التيشو والمونوسايت في البلد. remember differential always differential blood count always added to 100%. condition that alter white blood cells number، بعض اللي الأسباب اللي بتخلي عنا تغيير في numbers the white blood cells سواء كان decrease or increase number. إذا حالة عنا الحالة اللي بيكون فيها عنا increase the white blood cells اسمه leukocytosis، leukocytosis normal اللي هو protective response to leukocytosis إنه يرتفع عنا النمبر، مو normal protective response يعني يكون عنا infection فبترتفع عنا البيرسنت لل white blood cells. أحيانا بيكون في بعض اللي هو physiological stressors زي surgery anesthesia all type of infection tissue necrosis inflammatory disorder، هذول كلهم ممكن يؤدوا لل increase white blood cells. الليكوبينيا اللي هو يصير في عنا decrease بالنمبر ال white blood cells عن اللي هو 5000 cells. bone marrow depression ممكن سببها الرئيسي bone marrow depression. drug toxicity بعض انواع الدرجز لها toxicity فبتأدي عنا ل decrease the number of white blood cells. autoimmune diseases مثال عليها lupus اللي هو
الاوتو اميون ديزيز ممكن يعمل ديكريز للوايت بلاد سيلز. المالجنانسي ديفرنت مالجنانسي اللي هي الكانسر ممكن يؤدي الى ديكريز ان وايت بلاد سيلز. وكمان الكيموثيرابي العلاج بالكيموثيرابي كمان بيعمل وايت بلاد سيلز. هاي عندنا اللي هو سي بي سي والديفرنش. هاي بعض السلايدات لاحقه بتعطينا بعض اللي هي الامثله على السي بي سي بالنسبه للوايت بلاد سيلز. السي بي سي زي ما حكينا هو بيشمل كمان عندي ار بي سيز، هيموجلوبين، هيماتوكريت، بليتلت كاونت، ولكن اللي هون احنا مركزين عليهم اللي هم بخصوص محاضرتنا اللي هم الوايت بلاد سيلز. السي بي سي والديفرنشال نورمال رينجز مثلا الوايت بلاد سيلز حكينا من 5 to 10,000. الوايت بلاد سيل ديفرنشال اللي بيكون في عندنا ديفرنشال اللي هي بيرسنت للوايت بلاد سيلز. السيجمنتد نيوتروفيلز اللي هم النيوتروفيلز خلينا نحكي عنهم النيوتروفيلز من 47 to 63%، من 0 to 4%. في عنا باند نيوتروفيلز اللي هم حكينا انه بيكون شكلها زي حدوة الحصان، بيكون شكل النيوكليوس فيها اذا بتتذكروا، هاي ممكن لاقي بيرسنت بسيطة فيها في البلاد. الليمفوسايت عندنا البيرسنت ممكن توصل ل 40%، المونوسايت من 4 to 9%، ايزونوفيلز 0 to 3%، وبيزوفيلز من 0 to 2%. اكزامبل وايت بلاد سيلز ديفرنشال وذ بكتيريال انفكشن. في حالة كان في عندنا بكتيريال انفكشن ارتفعت عندنا الوايت بلاد سيلز زي ما انتم شايفين، وصلت عندنا 13.3 بير مليمتر كيوب. وايت بلاد سيلز ديفرنشال عندنا السيجمنتد نيوتروفيلز لانه هو بكتيريال انفكشن صارت عندنا 70%، الباند نيوتروفيلز برضه ارتفعت صارت عندنا 8%، الليمفوسايت صارت عندنا 15%، المونوسايت 4%، الايزونوفيلز 2%، والبيزوفيلز 1%. في حالة الانفكشن مونونيوكليوسيس بسموها او تايب اوف فيروسز، اي انواع الفيروسز، الوايت بلاد سيلز برضه بصير عندنا انكريز النمبر. وهي عندنا مثال على اللي هو ارتفع عندنا اللي هو صار عندنا 14 وايت بلاد سيلز ديفرنشال سيجمنتد نيوتروفيل قلت 26%، الباند نيوتروفيل 4%، الليمفوسايت هي اللي ارتفعت هون لان الليمفوسايت هي وظيفتها تعمل كيلينج للفيرال انفكتد سيلز. لكن في الحالة الأولى كان عندنا في حالة البكتيريا انفكشن عندنا النيوتروفيلز هي المسؤولة عنها عن الكيلينج للبكتيريا. المونوسايت 8%، الإيزونوفيلز 2%، البيزوفيلز 1%. اكزامبل في حالة اللي هو عندنا بعض اللي هو الاليرجيك رياكشن، حالة الأزمة، أو في حالة اللي هو بارسيتيك انفكشن، الوايت بلاد سيلز برضه ارتفعت 11.7، الوايت بلاد سيلز ديفرنشال سيجمنت النيوتروفيلز قلت لأنه في عندنا شيء راح يرتفع 39%، 70% نيوتروفيلز، باند نيوتروفيلز، لينفوسايت 29 ظلت تقريبا لنفس البيرسنت، المونوسايت 3%، والإيزينوفيلز هي اللي هون عندنا ارتفعت ل 22%، والبيزوفيلز عندنا 1%. المثال عليها اللي هو في حالة الورم انفكشن زي ما حكينا، في حالة الأزمة، في حالة الالرجيك رياكشن بيصير عندنا هاي الارتفاع في اللي هو الإيزينوفيلز.